النهاردة إن شاء الله هنكمل chapter number 4. chapter number 4 كان بيتكلم عن financial statement analysis، وجينا اتكلمنا عن ايه analysis وازاي هنعمل analysis، واتكلمنا عن ال ratios وازاي نحسبها، وجينا قلنا ان احنا عندنا 4 او 5 classifications of financial ratios. عندنا 4 أو 5 تصنيفات لل financial ratios، وجينا خدنا منهم 4 ال profitability، وخدنا كمان ال efficiency، وخدنا كمان ال gearing، وفاضل لنا النهاردة إن شاء الله إيه ال investment. فالنهاردة إن شاء الله بإذن الله هنيجي نخلص آخر نوع ما عندنا اللي هو إيه ال investment. ال investment مش صعب خالص، هو سهل بس محتاج برضو شوية تركيز زي ما اتعلمنا قبل كده. ودكتور سارة قالت لكم أهم حاجة إن أنت بتفهم الحاجة اللي أنت بتحسبها دي معناها إيه، مش بتطلع بس أرقام والسلام كده، مفيش فاينانس. الفاينانس إن أنت تفهم الأرقام وتحسبها إزاي. خلاص تعالى بقى نشوف ال investment. ال investment أي واحد او اي محلل مالي بيبقى همه برضو يعرف الشركة بتستثمر قد ايه، وبتستثمر صح في المكان الصح. تمام. طيب انا عايز بقى احلل او عايز اشوف هي الانفستمنت ريشوز دي بتتكون من كام نسبة، او في 5 نسب او 5 ريشوز. اول حاجة حاجة اسمها dividend payout ratio، وdividend cover، وdividend yield، و earnings per share، وده مهم جدا. ال EPS ده مهم جدا جدا جدا. وعندنا حاجة اسمها price earnings ratio، PE ratio. خلاص ركز بقى معايا، زي ما اتعودنا هنفهم كل واحدة in brief كده معناها ايه، وهنيجي نطبق ال ايه الكلام ده على مسألة. طيب ركز بقى معايا، اول حاجة عايزين نعرف هي ال dividend payout ratio دي معناها ايه. انا عايز اعرف شركة فودافون دي، احنا قلنا يعني dividend ارباح، انا عايز اعرف هي فودافون كسبت 100 مليون جنيه، طب هي وزعت قد ايه من ال 100 مليون جنيه على الناس؟ اه ده اللي بنسميه dividend payout. dividend payout اللي انا دفعته للناس، فودافون كسبت 100 مليون جنيه وزعت والله 50، انا عايز اعرف بقى كنسبة الكلام ده معناه ايه. اه والله هقول الارباح اللي جات لفودافون كلها 100، وزعت منها 50، يبقى ده اللي بنسميه dividend paid او dividend payout. انا عايز احسبها بقى كنسبة، احسبها ازاي؟ اقول والله اخد حاجة اسمها ال dividends announced for the year، ال dividends الارباح اللي شركة فودافون اعلنتها announced يعني اعلنتها for the year اللي هي الـ50، ال earnings for على ال earnings for the available for dividends، هي الارباح اللي عندها كلها. احنا ارباح كل الفودافون كل الارباح اللي كانت عندها كانت 100 مليون جنيه، يبقى دي اللي بنسميها ال earnings available. كل الارباح اللي عندك، كل الارباح اللي عندك اللي متاحه كانت كام؟ 100. يبقى عشان تحسب اقول والله هي اعلنت ان هي توزع 50 من اصل 100 في 100، هيطلع ان الديفيدند باي اوت 50%. ال 50% دي معناها ايه؟ معناها ان 50% من اللي كسبته وفودافون وزعته على الناس، ده بنسميه dividend payout ratio. تعال نشوف تاني واحدة معناها ايه. تاني ratio حاجة اسمها dividend cover ratio. انا عرفت ان فودافون وزعت على الناس 50 مليون جنيه، فهروح اقول لهم ايه ده، انتوا وزعتوا 50 مليون جنيه بحالها؟ هيقولوا لي انت مستقل بينا ولا ايه، انت عارف ده انا ممكن اوزع اكتر من كده كمان. ازاي؟ هقول لهم هو انتوا معاكم فلوس تكفي او تغطي ان انتوا توزعوا كمان؟ اه هيقولوا لي اه. تعالى بقى نعرف يعني ايه dividend cover، تغطي او تكفي ريشو. قال لي يا محمد انت مستقل بال 50 مليون جنيه دي، انت عارف ان دول مش كتير، ده احنا ممكن نوزع ضعفهم كمان. هقول لهم ازاي؟ هيقولوا لي ازاي؟ تعالى اقول لك ازاي. بص يا حبيبي، احنا عايزين نعرف الديفيدند كفر ريشيو معناها ايه. قالك بص تعالى احسبها ازاي، بناخد العكس
هنا كنا بنقسم الديفيدند على الايرنينجز، هنا هنقسم الايرنينجز على الديفيدندز. يعني ايه الكلام ده؟ هنقسم كل الارباح اللي عندنا على اللي احنا وزعناه، اللي هي هنقسم المية على خمسين. المية على خمسين هيطلع اتنين. يعني ايه الاتنين دي بقى؟ هيقولوا لي يا معرف يا محمد، انت فاكر ان الخمسين دي كتير؟ ده احنا ممكن نوزع ضعف الخمسين، ده احنا ممكن نوزع مية كمان مش خمسين. اه قصدك تقول ان الديفيدند كفر ريشيو الاتنين دي معناها ان احنا نقدر نوزع ان احنا دفعناه مرتين. طب لو كان طلعت تلاتة، والله يا محمد احنا نقدر ندفع 3 مرات اللي احنا دفعناه. طب لو طلعت اربعة، نقدر نوزع 4 مرات اللي احنا اعلناه. يبقى نقدر نقول ان الديفيدند كفر ريشيو معناها انا معايا ارباح كام تكفي اللي انا هوزعه. خلاص. اه والله انا معايا كل اللي معايا 50، سوري، كل اللي معايا 100، انا هوزع 50. ده معناها ان انا عندي ارباح ضعف اللي انا هوزعه. طب لو كان عندي الرقم بتاع الديفيدند كفر ريشيو طلع ب 3، ده معناه ايه؟ هيبقى معايا 3 اضعاف اللي انا هوزعه. لو طلع معايا 4، 4 اضعاف اللي انا هوزعه. يبقى ده معنى ديفيدند كفر ريشيو. طيب تعالى ناخد الديفيدند ييلد ريشيو. الديفيدند ييلد ريشيو، الديفيدند ييلد ريشيو معناها بص بسيط جدا. بنيجي ناخد حاجة اسمها الديفيدند بير شير على الماركت فاليو بير شير. يعني ايه الديفيدند بير شير؟ هو نصيب السهم الواحد من الأرباح. الماركت فاليو بير شير هو سعر السهم في السوق في 100. يبقى الديفيدند ييلد ريشيو دي هي معناها انا بالبلدي كده بوزع كام ارباح على الناس وبقسمها على الماركت فاليو بير شير وبضربها كل الكلام ده في 100، كأن بقول ان للناس اللي في السوق والله ده انا السهم بتاعي بيوزع ارباح بالنسبة لسعره في السوق مثلا 10 دولار. خلاص ده بنسميها ديفيدن ييلد. ديفيدن ييلد هو الشير ده، السهم ده بياخد كام ارباح بالنسبه للسوق، الماركت، ماركت فاليو. طب تعال نعرف بقى حاجه اسمها الاي بي اس. دي مهمه جدا يا شباب، مهمه جدا جدا جدا. الاي بي اس دي مفيش شركه ما بتعملهاش، مهمه جدا، مهمه جدا كواقع عملي. يعني مش بتكلم على كمنهج يعني، بس لا بتكلم ان مفيش شركه في الدنيا ما بتعملهاش. الاي بي اس، الاي بي اس هي معناها earnings per share. ايه الـ earnings per share؟ نصيب السهم الواحد من الارباح قد ايه. انا عايز اعرف نصيب السهم الواحد من الارباح، بحسبها ازاي؟ بشوف كل الارباح اللي عندي. خلاص، انا والله عندي 100 مليون. طب هو انا اصلا عندي كام سهم؟ عندي 10,000 سهم. يبقى اقسم ال 100 مليون على عدد الأسهم اللي عندي، number of ordinary shares. يبقى ده اللي بنسميه ايه؟ earnings per share. يبقى ال earnings per share دي معناها ايه؟ نصيب السهم الواحد من الأرباح اللي حققت. لكن دي كانت بالنسبة للسوق، الماركت فاليو. خلاص، لكن هنا الأرباح اللي already جات لي فعلا، اللي جات عندي في الشركة. يبقى ال EPS هي معناها ايه؟ نصيب السهم الواحد من الأرباح. بنحسبها ازاي؟ الـ earnings available على الـ number of ordinary shares in issue، أو ساعات بنسميها outstanding. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه المسمى الغريب ده؟ بصوا يا شباب ركزوا معايا عشان تفهموا الحتة دي. أعتقد إن أنتوا كنتوا خدتوها قبل كده، يعني مش عارف خدتوها ولا لأ. احنا أي شركة في الدنيا عشان توزع أو تبيع أسهم للناس، مينفعش كده تصحى الصبح وتبيع أسهم للناس، لازم تطلع تصاريح من وزارة الاستثمار وحاجة كده كبيرة. فشركة زي فودافون قررت إن هي هتبيع أسهم في البورصة للناس، مينفعش تصحى الصبح كده تبيع للناس، لازم تستأذن الحكومة الأول. فلما بتستأذن الحكومة، الحكومة بتديها تصريح. التصريح ده ساعات بنسميه مسمى كده، بنسميه شارتر، أيا كان يعني مش مهم. طيب التصريح ده، الحكومة لما بتيجي تدي تصريح للشركة بتبقى مكتوب، التصريح ده بيبقى مكتوب الشركة دي ممكن تبيع أسهم قد إيه. يبقى الحكومة هي اللي بتقول للشركة أنت آخرك يا فودافون هتبيع للناس 5,000 سهم.
يبقى ده المصرح ان فودافون تبيعه، مصرح من مين؟ من الحكومه، الحكومه مصرحه لفودافون ان هي اكثر حاجه تباعها هي 5000. المصرح ده بنسميه authorized shares، الاسهم المصرح ان انا ابيعها. مش شرط يا جماعه، هو غصب عني، كل المصرح لي ان انا ابيعه هو 5000، غصب عني اوزع على الناس او ابيع او انزل في السوق ال 5000؟ لا، انا ممكن، بس انا مصرح ان انا ابيع 5000. طب انا هعمل ايشونس، هعمل اصدار، هعمل اصدار لثلاثه. يعني ايه هعمل اصدار؟ هنزل في البورصه 3000 سهم. يبقى ده اللي بنسميه ايه؟ الاسد. طيب هو ده اللي انا نزلته للناس عشان يشتروه، هو شرط كل اللي انا نزله يتباع؟ لا، انا نزلت للناس ان هم يشتروا 3، اللي اتباع 2000 بس. اللي اتباع واللي بقى مع الناس بنسميه اوت ستاندنج شيرز، اوت ستاندنج شيرز. يبقى الاوت ستاندنج شيرز هي الاسهم اللي اتباعت مع الناس، خلاص. يبقى ده اللي بنسميه ايه؟ اوت ستاند. بعد كده حاجة اسمها برايس بير ايرنجز ريشيو، دي معناها ايه؟ بص تعال نشوف الاول بنحسبها ازاي. معناها وبحسبها عبارة عن الماركت فاليو بير شير على الايرنجز بير شير اللي هي الاي بي اس، اللي هي دي بشوف هو الراجل اللي عايز يستثمر عندي او عايز يشتري اسهم عندي، هاجي اقول له انت عارف نصيبنا، نصيب السهم الواحد من الارباح 10 دولار. على فكرة 10 دولار ده رقم كبير، طيب، لأن مفيش حد بيبقى شاري سهم ولا 2 ولا 100، ده في ناس مش شارين كتير. طيب انت عارف، انا هقول له احنا بنوزع ارباح ب 10 دولار على كل سهم، انت عارف سعر السهم بتاعنا في السوق كام؟ هيقول لي كام؟ 20. هنقول له مثلا 20 دولار. انت عارف ان احنا بنكسب او بنوزع نص، ركز بقى معايا، نص سعر السهم بتاعنا في السوق. يعني ايه؟ هقول له حضرتك لو انت عايز، لو انت عندك الرغبة ان انت تشتري السهم بتاعنا، انت هتشتريه ب 20 دولار. انت عارف بقى حضرتك السهم بتاعنا بيكسب كام؟ نص اللي انت دفعته، اللي هو كام؟ 10. يبقى ده اللي بنسميها برايس ايرنينجز. يبقى يعني ايه برايس بير ايرنينجز؟ معناها ان سعر السهم اللي المستثمر عنده الرغبة ان هو يدفعه عشان ياخد ال 10 جنيه ده او 10 دولار ده. يبقى ده بنسميه برايس بير ايرنينجز. وده برضو اكزامبل، تعالى ايه نشوفه مع بعض. هنا بقى هو طالب منك ان انت تعمل له الانفستمنت بس، وتلاتة من الانفستمنت، تختار اي تلاتة. طيب تعالى بقى نعمل مثلا ايه، تعالى نحسب الديفيدند باي اوت والديفيدند كفر ريشيو والاي بي اس. طب تعالى نحسب او تعالى نفتكر مع بعض، هي الديفيدند باي اوت بتحسب ازاي؟ باخد الديفيدندز فور زير على الايرنينجز اللي عندنا كلها في 100. تعالى نرجع للمسألة، اشوف انا هشتغل الكلام ده على 2009 بس، وانت في البيت اعمل لي 2010. تعالى نحسب ل 2009، انا عايز احسب الديفيدند باي اوت ل 2018. اقول ايه؟ والله اخد الديفيدنس اللي الشركه هتوزعها على كل الارباح اللي عندها. طب الديفيدنس اللي الشركه هتوزعها، هو قال لك ايه في رقم واحد؟ قال لك ان في ديفيدند ب 40 مليون هاز بين او هاز بان بيد، انا هدفعه للناس، يبقى الديفيدنس اللي انا هوزعها كام؟ 40 مليون. طب كل الارباح اللي عندي في 2019 او 2018، سوري 2009 كام؟ هي 165 اهي، 165. يبقى هقول 40 على 165 في 100. تعالى بقى نشوف هيطلع بكام، هيطلع ب 24 and something. معناها ايه ال 24 دي؟ معناها ان كل الارباح اللي كانت عندي 165% وزعت منها 24% على الناس. انا كل اللي كان معايا 165، وزعت منها 24% من ال 165 اللي هي ال 40.
يبقى انا بوزع ارباح بنسبة كام؟ 24% من اللي بيجيلي. خلاص. طب تعال نشوف بقى ال dividend cover ratio. واحد يقول لي ياه بتوزع 24 او بتوزع 40 مليون جنيه، اقول له انت فاكر ال 40 مليون دي كتير؟ ده انا ممكن اوزع 4 اضعاف الرقم ده. اه ده اللي بنسميه dividend cover ratio. يعني ايه؟ بعكس بقى، مش انا كل اللي جالي 165 وزعت 40 هيطلع 4 مرات. يعني ايه ال4 مرات؟ ان انا اقدر اوزع ال40، اقدر اوزع ارباح 4 اضعاف اللي انا وزعته. مش انا وزعت 40، ده انا ممكن اوزع 4 اضعاف الرقم ده كمان، اللي هي ايه؟ ال165. طب تعرف تحسب لي بقى الاي بي اس؟ الاي بي اس دي يا شباب هي عبارة عن، باخد الايرنينجز افيلبل على النمبر اوف شير، النمبر عدد الاسهم. غالبا في المسائل ما بيدكش النمبر اوف شيرز، بس انت بتحسبه. تعال نحسبه ازاي. بص يا حبيبي، بص يا عم، هنا الاوردينري شيرز انا بتكلم على 2009، انا عايز اجيب ايه؟ هو بيقول لك ايه، الشركه دي اهي، الشركه دي كانت عندها اوردينري شيرز ب 300 مليون دولار. 300 مليون دولار، السهم الواحد كان ب 0.5. انا عايز اجيب عدد الاسهم، العدد مش القيمه. اعمل ايه؟ اقسم عدد الاسهم، سوري، اقسم قيمه الاسهم اللي هي 300 مليون على كل سهم كان بكام؟ 0.5. هيطلع ان انا عندي 600 مليون سهم. ده اللي بنسميه number of shares. يبقى ال number of shares ده لو هو مش مدولي اجيبه بكام؟ اقسم قيمة الاسهم على السهم الواحد بكام. طب تعال نشوف بقى كده، يبقى اول اخد ال earnings available اللي هي 165 على ال 600. ال 600 دي جت منين؟ ال 300 على عدد الاسهم اللي هو العدد اللي هو ال 0.5 اللي هو سعر السهم بكام، هيطلع ب 600 مليون. 600 مليون ايه؟ مش جنيه، شير، سهم. يعني الشركة دي عندها 600 مليون شير. يبقى اول 165 اللي هو الارباح اللي عندي على 600 مليون هيطلع 2.7 او 27.5، 27.5. الرقم ده معناه ايه؟ معناها مش انا عندي 600 مليون شير، ان كل شير منهم، كل سهم منهم هاجي اقول له خد انت شاري سهم عندنا، خد 27 دولار. يبقى ده الارباح بتاعت كل سهم، الاي بي اس، ايرنينجز بير شير، نصيب السهم الواحد من الارباح. اعتقد الدنيا كويسة دلوقتي، ولو في حاجة برضو يا ريت تركزوا بقى فيها كويس جدا. دي الانفستمنت. كده خلصنا باذن الله التشابتر ده، كده الدنيا باذن الله تمام. يعني عايزكم بقى تركزوا وتخلصوا وتعملوا بروجكت محترم. انتوا قاعدين في البيت مش بتعملوا حاجه، فعايزين ايه؟ تعملوا حاجه باذن الله تشرفكم الاول. ولو حد عايز اي حاجه